انتظمت في ولاية القيروان تظاهرة أطلق عليها نحن الشباب وحماة الحماة، شارك فيها شباب من ولايات مجاورة، أهدافها محاربة الإرهاب والحد من انتشار الفكر المتطرف. حضرها وزير الرياضة والشباب. لوحة راقصة، غناء وشعر، هكذا كانت تظاهرة نحن الشباب حماة الحمى التي انتظمت بولاية القيروان وعرفت مشاركة شباب من ولايات مجاورة. وتعرف وزارة الشباب والرياضة عندها تظاهرات ممتدة على كامل السنة تقريبا في إطار البرنامج الاستثنائي اللي أقرته الحكومة لمكافحة الإرهاب. عديد الوزارات معنية بهذا البرنامج منها وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة حطت البرنامج هذا تحت عنوان نحن الشباب حماة الحمى. اليوم نحن متواجدين في مدينة القيروان في إطار ملتقى إقليمي يضم ولاية القصرين، يضم ولاية المهدية، يضم ولاية المونستير، وطبعا ولاية القيروان احنا موجودين فيها. رسالة من هذا المكان اللي كان في يوم ما مسرح لعديد الإخلالات وتنظيمات إرهابية اللي كانت موجودة لهنا، حبينا نبعث من خلال هذا المكان رسالة جديدة ونقول راهي تونس اليوم هي تونس الشباب، تونس الإرادة، تونس الانتصار على الظاهرة الإرهابية. وحبينا نحيوا ونكرموا المؤسسة الأمنية والعسكرية من خلال الإنجازات الأخيرة، وخاصة ملحمة بن قردان. هو يد واحدة، هو شباب مبدع، هو شباب اللي يعطي رسالة للأمل، للطموح، للإبداع، للرقص، للفن. هذا شبابنا اللي نحبوه، الشباب نحبوه مبدع، وشباب هو المستقبل، وهو أيضا اللي نجم يكون المقاربة الهامة والخط الثاني لمكافحة الإرهاب طبعا بعد المؤسسة الأمنية والعسكرية. تظاهرة قوية جدا ورد قوي على كل المحاولات التي تريد أن تصدع وتحاول أن تقوض الرفض الثقافي. محاربة الإرهاب والحد من انتشار الفكر المتطرف هي الأهداف التي تصبو إليها وزارة الشباب والرياضة التي أطلقت المشروع، وقد تباينت وجهات النظر بشأنه. في ظل انتشار الفكر المتطرف في تونس، يبدو التفكير في علاجه أمرا ملحا بالنسبة للحكومة التي تسعى لإطلاق مبادرات ذات صلة بموضوع الإرهاب.